قدمنا تصريح لجهاز العاشر من رمضان وقبلوا التصريح. كانوا محتاجين مننا شوية إجراءات أمنية. دخلنا على قسم أول، كلمنا رئيس مباحث قسم أول، الراجل طلب مننا شوية تصاريح، بدأنا نجهز في تصاريحنا ودنيتنا. الناس اتعاطفوا مع الفكرة لأن البداية أصلا كانت كويسة جدا. النهاردة تاني جمعة علينا، الناس كلها جت. طبعا الناس أصلا بتخليك تتشجع تروح لأي حد، الناس كلها النهارده زباين. انت هتلف بتليفونك دلوقتي وهتتفرج على المنظر. كل الناس النهارده ده تالت عقد يجيب اهوت. احنا ما عندناش رسوم دخول يا جماعه. الناس اللي بيقعدوا يقولوا احنا بناخد رسوم دخول، الناس بتخش تقف تاكل تشرب، كل واحد بيحاسب من جيبه. ما عندناش حد بيدفع جنيه لحد هنا، ما بناخدش فلوس من حد. الموضوع بدايه احنا بندفع من جيبنا. النهارده عشان واحد ينزل النهارده مشوار لمدينه نصر وينزل مش في بلده، الناس هنا لما بتبقى في بلدها بتفرق معاه كتير. هيجيب واحد واثنين وثلاثه من صحابه يجي يتفرجوا على العربيات، عنده 1000 فني وعنده 1000 واحد يقدر يتصل بيه يجيبه لحد هنا. الموضوع سهل. هنا في بلدك هيبقى سهل خالص انك تتفرج على العربيه وتجرب عربيتك. عارف البلد وعارف تروح فين وتيجي منين وعارف تكشف على عربيتك ازاي. احنا بنقرب الصعب. هناك بره احنا بنسمع عن نظر، نسمع عن ورق شمال، نسمع عن عربيات مقطعه، نسمع عن كل المصايب. سمعت عن السوق هنا، عن السوق العاشر من الاسبوع اللي فات، كان اول فيديو ينزل ليه على التيك توك كده، فانا لقيت الموضوع يعني قريب مني كموضوع اهليه بقى في بلدي شرقية. نزلت بصراحه يعني احسن استقبال، الناس واقفه معانا، ما فيش رسوم دخول، يعني انت عادي ما بتخش عادي زيك زي اي حد. الناس بتستقبلك باحسن استقبال، بتتكلم معاك الاول عربيتك ايه، جاي تعرض ايه، عاوز تشتري ولا عاوز تبيع، طب انت لو محتاج حاجة احنا جنبك هنا. بيبص معاك برضو على العربية، بيعرف المواصفات بتاعتك، لو حد سأله على حاجة بيروح بعد حد الزبون عليك برضو يجي يبص على العربية بتاعتك. بس انا يعني المشروع هنا كويس جدا. ليه؟ مشوار السوق التاني بعيد. عايز اقول لك والله موضوع السوق سعادتك هنا بالنسبه لمدينه العاشر من رمضان، عايز اقول لك حاجه جميله جدا 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 من جميع الاشكال. يعني اول حاجه انت النهارده وفرت عليا مشوار، بدل ما كنت انزل السخنه انزل سوق مدينه نصر القديم ايا كان السوق. انت عملت حاجه كويسه وفي وسط ملم بين المحافظات الشرقيه ومحافظات القاهره عامه. يعني ان انا لفيت في السوق هنا وشفت المنظر، بس بامانه سعادتك يعني في عندي هنا تبدا من 70,000 جنيه، وفي حاجات هنا ب 60,000 جنيه، وفي 28 انا شايفها.